السلام عليكم. اليوم أول حلقة معكم، جيت نقدم لكم بمناسبة رأس السنة واحد الحلوة ديال لاكريم اللي تقدر أي سيدة ديرها في المنزل ديالها في متناول الجميع، اللي عنده واللي ما عندوش. هاد الحلوة غير مكلفة، وبالنسبة تنعرفوا رأس السنة كاع النساء تيبغيو يفرحوا وليداتهم بواحد الحليوة ديال لاكريم، وأنا كنتمنى تنال إعجابكم وشكرا. درنا الطبقه الثانيه ديال لا جينواز بعد ما درنا لا كريم فريش، غادي نعاودو نسقيوها حتى الثانيه ونعمروها بلا كريم. دابا اختي لميع بدينا كنعمروها بلا كريم فريش كما كتشوفي، بعد ما سقينا الجينواز بالسيرو درنا لا كريم فريش، غادي نعمروها ونسقيو لا جينواز الثانيه كما كتشوفي اللي طيبناها، تعمرها كامله نسقيوها حتى هي ونعمروها. عاد نديرو للمشاهدين كيفاش التقديم ديالها، كيفاش بريزونطاسيون ديالها في الديكور. ديال لاكريم عمرنا اختي لمياء ملي عملنا الجينواز كما ورينا المشاهدين، خدينا هاد الشوكولات دويدات كما كتشوفوا ودرنا الجناب، عمرنا الجناب باش ما يبقاش داك نهرس وداك البيض. ولاكريم اللي شافت لينا درنا فيها واحد البودره كتباع عند مالي الحلوه، كدير 5 دراهم، كنديروا لها واحد شويه لوغو ديال فريز، وكنزوقوا بها كما كتشوفوا، وكناخذوا الديسير اي ديسير اختي لمياء كيف ما كان، يعني ماشي بالضبط كيوي، بنان يا ليمون يا اما كاوكاو مهرمش، يا اما هنا تعمروها بالشوكولا وتديروا وريضه بلا كريم، ماشي بالضروره كيوي اي، يعني هذه انا قدمتها في متناول الجميع، حلوه بسيطه من ابسط الحلوات بلا كريم، يعني باش كل سيده في دراسه العام تقدر تصاوبها. تقامت تقريبا 50 درهم باش تقامت عليا، 50 درهم باش تقامت عليا. تبارك الله عائلية كما كتشوفوا، يعني على حساب لي مورسو اللي غادي تقطعي راه لكانت عشرات الناس راه ياكلوا في هاد الحلوة تبارك الله. بالنسبة للحلوة كندير حوايج اخرين اختي لمياء، يعني عندي موهبة في الطبخ الحمد لله، تندير تنصوب دجاج محمر بطرق يعني بريستيج، كنصوب رفيسة بريستيج، كنصوب اللحم بالبرقوق، يعني اي حاجه في الطبخ الحمد لله كنعرف نصوب بسطيله بالحوت بالدجاج، ونتمنى من المشاهدين يعجبهم هادشي اللي غنولي نقدم لهم في الحلقات ان شاء الله. وهادشي كامل انا درتو على قبل باش نساعد وليداتي ونلقى باش نصرف عليهم، لان كما كيشوفوا الناس راه غادي يكونوا شافوني في اذاعه شوف تي في، عندي مشكل، عندي البنيه فيها التوحد ولي حتى هو عندي جوج الوليدات، يعني انا مازمه وما خداماش، عندي مشاكل مع راجلي مشاو وخلى لي الاولاد.